طول عمرك ابو دغيه يعني والله ما كان في مشفر انا شافني راح يطردني ويحذفني اي وش يحذفك يا مشفر؟ ابغى افقع راسي بعرف الصحراء انا ولا دوب صمت صوت زين ما لعب يا مشفر كلام من يصالك متعداك والله انا شفتك التعد تحد ولد ابو دغيم وتجي ابو دغيم والله العظيم تشوف شيء ما شفت لا ابو دغيم ولا غير ابو دغيم ابو انت مشرف عند المتسابقين ما ضرب المتسابقين حذف المتسابقين يا مشفر برميثه كلام من يصالك متعداك عوذ الله من شرك يا مشفر عوذ الله من شرك لا تعرض لسلطان ولا غير سلطان. ايه شفيك يا مسفر؟ مشرف على العين والراس ذاك ما تلحق الرجل خلي اخذ شماغك اخذ شماغك خير يطير وش المشكله؟ شماغ بدال شماغ. نعم هذا الكلام. إيه انا ودي سلطان طيب ياخذ شماغه يا اخي شرف لي يا اخي. الله يجعلني تلحق الرجل ياخذ شماغ خلى شماغه تروح. علشان كذا جايب بالعلم شماغ اللي بغى ياخذها منك انا مهديه انا اللي مهدي شماغه. نعم انا اللي مهديه. ويطالب عنده وطالب انا اجيب شماغهم شفيك يا ولدي؟ فيك شيء انت؟ تعبان طبعا اطرح يا اخي راح تلحق المتسابقين تضرب المتسابقين لا لله وانا راجعوا يا تصوت هذا روق روق ما اللي مزعل انس ما اللي مزعل ما اللي مزعلك ما هو واحدنا الله يستر عليه ما هو السوبر ميثا والله لو انه موجود في الطاوله العقال ظهره لا الحمد لله مو موجود بكلمك لا تكفى خلنا بالحكي خلنا بالحكي خلنا الحمد لله مو موجود والله انا موجود ايه ايه خل حسب قدوركم يلا الحين خل مني الحساب وايد خل مني نعم خل الكلام شوي اي والله ما حضر تحاكى كل شوي انا يضرب وجهك يا نوم عين بيجي شوي والرجيم ما تعرف الطبق يا مسفر ميثا نعم الكلام عند اخوي ولا عند جدار يطمر يا مسفر ابن الرمح عندك ابو محمد عندك الكلام يا الربع مانع مانع اسمع يا ابو مانع اسمع يا ابو مانع الرجل ما هم بيقدر يطمر ولا هم تمره في طبق نعم والله والبيت اللي بناه الله نعم اني عاد اشوف وجهك ولا عاد تجيني ولا عاد اشوف نعم خشتك نعم نقدك سمعت الكلام ولا ما سمعت؟ ايش الكلام ولا لا يا ابو مانع؟ قم مين؟ قم مين؟ ها؟ ترى عند العدالة في ذمتك استغفر الله اقسم عليه اقسم عليه حاسب الف اعوذ بالله يا مسفر برميثه خرج تلحق الرجل داخل شوارع انت من انت ماته؟ ها؟ من انت ماته؟ حنا نتكلم عن من يا الربع ها اتفقكم شيء عني 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 ابو ماجد ابو ماجد لا حتى ابو ماجد ما انت ايش فيك رايد دوك مدني دوك هذا لا لا ايش فيك رايد ايش فيك رايد ما هي لك يا رايد ضغط على مسفر مسلم مشرف ويدي عمله مشرف مسفر مش الرجال اللي يجينا كل شوي كل يوم هو يصاحبك بيجي لك البس يا رايد ليه ويعلم ويعلمكم وهذا جزاته منك هذا اللي بعينه منك هذا اللي بعينه منك اعوذ بالله من مني في ما يبي مشرف مشفر ما ادري مشرف انا ما تبغى نروح بس هذا خذنا الدل واحنا ما ضغينا يا حسن القدر 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 صح ما يكسر الصحون الا انت يا مشفر كسر الصحون وكسر القدر القريه ومن فيها افتح على راسهم راي يجي رايد وسلطان وحسين يجي رايد تجي رايد تجي رايد وتختي على مس برميثه رجال يشتغل في عمله ويداوم في عمله تضغط عليه رايد انت كلام من ذا ما يرضي احد ولا في مصداقيه شيء رايد وين رايد هذا وين 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 هات وين انا داخل انا داخل اه والله ما له لجو والله اي والله ما عليكم بالذربة يا الرب عليكم بالذربة يا مشفر انا غلط على مسفر من انت بتغلط على مسفر عادي يا غلط على مسفر من لا لا تغلط على مسفر يا رجال مسفر كان معنا بالتصفيات ايه بالتصفيات ما مشفر وين تذكر بس تكفى خارج يا مسفر برميلة يتكلمون فيك انس و فهد وانا لا ارضى على مشرفنا يتكلمون عليه ويغلطون عليه ويهددونه ورايد ورايد معهم الصلعه المهم يا مشرف يا مشرف يا مشرف اسمع يا مشرف تراك مشرف حنا ما نرضى طال عمرك وانا الرجاء التبرع واخذ القرارات بما يعني الكلمه واخذ القرارات بما يعني الكلمه انس يا مسرف يا مسرف انس اخذ القرارات رتب الكلمات التاليه ها رتب الكلمات التاليه ايش يجونك توقف معي ولا توقف ضدنا ايش فيك في شيء والله في رساله ضدنا وش تدفع قبل ما رحت يا مشرف ما هو ذا اللي يسرف اللي يسرف اللي يسرف اللي يسرف يا مشفر يا هذا يا ادمن خلاص مكفي يا ولدي مكفي اترك الحكايه عنده
اترك الحكاية. هذا حر وايد. ها؟ حر. يا مشرف الطالب مكير. إيه طالب مشرف بالميثة بموانع بموانع عطلهم كيف هذا بموانع. بموانع قلنا مكير. خلنا نروح مهمنك بنلبس كذا. إيه رحت طالب طالب. رحت طالب. حسين. أقول هذا الحكاية حر مهمنك بنلبس كذا كأنك في بترمي. السلام عليكم. عليكم السلام. صلى على النبي. اللهم صل على محمد. الطالب يطول عمار.